ريال يكتمل الوقت صح؟ صح. البارح جمع ما شاء الله تبارك الله مليون ريال، تحيات ألف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، يعني تقريبا 3000 سهم وزيادة جمعت على الهواء مباشرة البارح. شفت كيف الموضوع؟ اللغة بسيطة سهلة، يعني اللغة بسيطة جدا. يعني الآن تدري كم باقي سهم؟ 12000 سهم ما شاء الله. كيف الأرقام؟ يعني مليون ريال مبلغ يعتبر كبير فلكي. اليوم حنا ودنا أكثر شيء، يعني أعتقد مارادونا واحد وجيههم الخير والبركة. الله يطول عمرك. لا والله كل قبيل خيرك. أنا جاي أضرب رجال بعضها هيك. فالبارح ما شاء الله 3000 سهم وزيادة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كذا اليوم الشيخ حمد والشيخ ناصر جونا اليوم شرفونا. بغيت كذا نعلن وهم موجودين معنا فيهم الخير والبركه، وانتم كذلك وهم ابناء بدايه وعيال بدايه واهل الخير وحريصين جزاهم الله خير على هالوقف تحديدا. وحنا الان ودنا نقول بمناسبه هالفرحه، يعني باقي 12000 سهم، البارح مليون ريال اكتملت ما شاء الله. اليوم نقدر نكمل مليون ولا ما نقدر؟ باذن الله نقدر نكمل مليون. والموضوع ترى 300 ريال السهم، يعني تبقى 12000 متبرع من اخواننا واخواتنا الان لو يدخلون تطبيق الراجحي يروحون تحويل، ثم بعدها جمعية خيرية، ثم بعدها يكتبون فوق جمعية البر الخيرية بالجديدة. الأربع كلمات هذه لازم تكتب. نعم. لو ألغيت الخيرية ما راح يطلع لك الجمعية. اكتب الأربع كلمات جمعية البر الخيرية بالجديدة، ثم بعدها يجيك ثمان أيقونات أو خانات، خانة سقيا، خانة يتيم، خانة مدري إيش، خانة وقف اليتيم تلقونها تحت. وقف اليتيم هالكلمة يضغط عليها وتبرع. نبي الآن تبرعاتكم مشاهدينا. فرحونا مثل ما فرحتونا البارح، الله يفرحكم في عيالكم وصلاحهم ويفرحنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، ويفرحنا بعد أنا ابنك في اليتيم بمرافقة محمد.